وللحديث عن قضية رفع اسم السودان رسميا من الدول الراعية للإرهاب وانعكاسات هذه الخطوة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخليا وخارجيا، بينضم إلينا من الخرطوم عبر الخط الهاتفي الأستاذ محمد شناوي، الصحفي والمحلل السياسي السوداني. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. واشنطن ترفع أخيرا ورسميا اسم الخرطوم من قائمة الدول الداعمة أو الراعية للإرهاب كما كانت تسميها، وتجمع المهنيين السودانيين يعد ذلك انتصارا للثورة، هل هو كذلك بالفعل؟ نعم، بتأكيد القرار واشنطن الرفع على عقوبات من السودان هو انتصار للثورة، وبالتالي يمكن القول أن السودان عاد إلى المجتمع الدولي. هذا القرار يعني جاء بعد جهود كبيرة جدا من الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، حيث كان هناك يعني حوار بين الجانبين الأمريكي والسوداني، وبالتالي أثر هذا الحوار عن بصدور هذا القرار، وبالتالي هذا القرار يمثل يعني انتصارا كبيرا للثورة التي أطاحت بالنظام السابق الذي كان يتزعمه الرئيس عمر البشير. هذا النظام يعني تسبب في مشاكل كبيرة حتى الآن لا تزال، لكن ألم يترتب أو ألا يترتب على ما يجري الآن أعباء أخرى جديدة وربما يسميها البعض بعض المراقبين تنازلات، أهمها موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ بالتأكيد الموضوع له ارتباط بالتطبيع الإسرائيلي، وبالتالي الطريق إلى واشنطن مرة عبر تل أبيب، وبالتالي التطبيع مع إسرائيل هو أيضا كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الجانب السوداني والأمريكي، وبالتالي أتوقع في الفترة المقبلة أن يتم التطبيع وأن يكون هناك تبادل للزيارات بين إسرائيل والجانب أيضا السوداني، وبالتالي هذا يعني التقارب الإسرائيلي السوداني هو ما أعطى يعني دفعة كبيرة لتطور في العلاقات السودانية الأمريكية، وبالتالي بموجب هذا القرار رفع العقوبات أو يعني الإدراج السوداني، قرار إدراج السودان ضمن اللائحة الإرهاب أو إبعاد السودان ضمن قائمة اللائحة الإرهاب، هو يعني يمثل خطوة كبيرة وسيمثل انفتاحا كبيرا، خاصة وأن هناك يعني تبعات كبيرة لهذا القرار عندما فرض في العام 1000. لكن دعني أسألك هنا أستاذ محمد، موضوع التطبيع وعلاقته بما يحصل الآن، يعني هو سؤال مهم في الحقيقة، هل تتوقع بالفعل أن يتجه السودان إلى مزيد من تقوية العلاقة بالاحتلال، أو بمعنى آخر هل هناك ما يفرض على السودان أن يكون لديه علاقات جيدة وتطبيعية مثل ما حصل مع دول عربية أخرى مع إسرائيل، أم أن المسألة متعلقة بالمزاج السوداني الرسمي والشعبي؟ لا، بالتأكيد في الأيام المقبلة سنشهد يعني تطور كبير بالعلاقات بين تل أبيب والخرطوم، خاصة أنه في الأيام الماضية هناك أنباء عن أنه وفد إسرائيلي سيزور السودان في الأيام المقبلة، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك يعني تقارب كما ذكرت في بداية حديثي بين تل أبيب والخرطوم، وبالتالي هذا التقارب سيساهم في دفع العلاقات بين واشنطن والخرطوم، وبالتالي يعني الطريق كما ذكرت لك إلى واشنطن أصبح عبر تل أبيب، وبالتالي هذا القرار أعتبر أنه هو يعني مخطط من الحكومة الانتقالية، خاصة وأنها تريد أن تنفتح على المجتمع الدولي، وكما تعلمون أن النظام السابق كانت سياساته
قد فرض او كانت فارضه لعدد كبير من الدول حتى العربيه وايضا الاجنبيه. طيب استاذ محمد دعنا اتوقف هنا، يعني موضوع انه يرفع اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب هذا موضوع مهم للغايه ويترتب عليه مسائل يعني مهمه للسودان لا شك، ولكن السؤال الآن كما يطرحه مراقبون، هل السودان مستعدة لاستثمار هذه الخطوة الأمريكية الجديدة والتي ستكون فيما بعد خطوة عالمية؟ يعني الجميع سيتعامل مع السودان وفق المعطى الجديد الآن أنها لم تعد دولة من الدول المدرجة على قائمة الإرهاب، وبالتالي السودان داخليا هل هو مهيئ لاستثمار هذه القرارات الدولية والأمريكية وبالتالي البناء عليها اقتصاد سوداني جديد وينتقل إلى مرحلة جديدة ربما؟ أفتكر هذا السؤال جميل جدا. السودان بالتأكيد في هذه الفترة به كثير من المشاكل الداخلية، المشاكل الداخلية هي ورثها النظام الحالي من النظام السابق، وبالتالي الامر يحتاج الى وقت او من ثم سيكون هناك او من ثم سيندمج مع المجتمع الدولي، وتحديدا واشنطن خاصه وان هناك يعني تبعات كبيره كانت لقرار وضع السودان ضمن اللائحه السوداء، وبالتالي هناك قطاع كبير اذا تحدثنا عن القطاع الاقتصادي هناك عدد كبير من المصارف يعني معزولة تماما عن المصارف الأجنبية، وبالتالي عودتها مرة أخرى إلى حضن المجتمع الدولي أو إلى واشنطن مرة أخرى سيحتاج إلى ترتيبات من ناحية يعني التقنية ومن ثم من ناحية في السيستم أو أنظمة البنوك، وبالتالي أيضا هناك عدد من القطاعات أيضا تحتاج إلى ترتيب ومن ثم تعود مرة أخرى إلى المجتمع الدولي. كما ذكرت لك أن قرار وضع السودان في اللائحة السوداء كانت هنالك له تبعات كبيرة في كل المناحي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وبما أنه السياسة والاقتصاد كان لعملة واحدة قطاع الاقتصاد قد تدمر أو تأثر بشكل مباشر، خاصة وأن البلاد تعاني من أزمات اقتصادية منذ أن انفصل الجنوب في العام 2011، ومن ثم وصلت الفكرة أستاذ محمد الأزمات إلى أن وصل. أشكرك جزيلا أستاذ محمد شناوي الصحفي والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الخرطوم.